بالصوف والمشتية لأبو عبد الله البرجين صوف البرجين هاي قديمة جديدة وهو قيم المشروع خلص بس هذه إصابات جديدة لطلق ناري بالبطن واحدة اثنتين ثلاثة يلا ثواني ثلاثة الأرجل هذا عمل جراحة سابق شوي شوي هذه الطلقات النارية الجديدة بالمشفى بعد العمل الجراحي واحدة اثنتين ثلاثة بالإضافة إلى كدمات بالوجه الكتف الكتف الأيمن وبالوجه الرجلين واحد إصابات بحد. جديدة بعد دخوله المشفى واحد اثنتين إنا لله وإنا إليه راجعون الشهيد صالح حمد العلي حمد العلي في الظهر عندك أيضا إنا لله وإنا إليه راجعون إصابات جديدة بعد دخوله المشفى طلق ناري بالبطن دخول طلق ناري ثاني تماثل للشفاء وقام يحكي مع أهله بعد أن تماثل للشفاء في المشفى وصار يحكي مع أهله وصار يحكي مع أهله تم تصفيته في المشفى من قبل إصابات الأسد إنا لله وإنا إليه راجعون. لا هذا الجديد هذا ما كان. الإصابات الجديدة. الجديدة لحظة. خسرت يا بشار. خسرت يا.